لك ليش هيك فتحتي باجوقه؟ يعني شو حوالي صوتية كثير غامقة، مو باينة عليه. شوفي لي اياها. بدهم ملاقط غسيل. أهلين يا بسن، كيف صحتك؟ إن شاء الله تمام؟ كويسة. يا حبيبة قلبي، مبسوط منك كتير أنا على فكرة مدام. مبسوط ليه؟ ما بتعرفي ليش مبسوط؟ لأنك داري بالك على البنت ومالك متخانقة مع جوزك وعايشة عيشة كتير حلوة أنت وياه. أنا أسعد واحدة في الدنيا. شو حبيبتي، شو في غنية بالمدرسة علموك إياها تغني لنا إياها؟ أمي يا حبا أهواه يا قلبا أعشق دنياه يا شمسا تشرق في أفق يا وردا في العمر شداه يا وردا في العمر شداه ماذا أهديك من الدنيا قلبي أم عيني أم نسمة روحي أنفاسي يا أمي فالكل قليل من عمري فالكل قليل من عمري. الله يذكرك بالخير يا أمنا، ذكرتني بأختي الصغيرة عواطف، هيك كانت تغني لي. ربنا يخليها. الله يسلمك. هو هنا بيقعد كل يوم؟ قاعد ما بيعملش حاجة، لا شغلة ولا مشغلة. طيب هتعملي ايه دلوقتي؟ انا هنزل ارميله المحفظة في وشه واقولك ايه مالك؟ في ايه؟ عم تمزح ايه؟ تعالي انت ازاي بتتكلمي كده قدام البنت؟ امال عاوزني اعمل ايه؟ ما بيصير هيك، هاي البنت شو ذنبها؟ مشاكلك انت وجوزك تحليها انت وجوزك، ما بيصحش كده الا الصحيح. عندك حق يا ابو جنت. ايه شو راح تعملي قلتي لي؟ هديله المحفظة وارجع على طول. طيب ولو يعني حصل ملاسنة بينكم ولا لا سمح الله؟ مين ده؟ انا ممكن افرج على عم تمزح. في ايه تاني؟ في ايه؟ في ايه يعني؟ انا مش فهمتك، ما تتكلميش حاجة قدام البيت. ما انا عاوزني اعمل ايه؟ ما يصحش كده، دي ملهاش ذنب. هتعملي ايه دلوقتي؟ هرمي له المحفظة في وشه. طيب وهقطعه بسناني. طب اديني المحفظة. نرفزة قوي انت. هاتي. ايه؟ انا هحل الموضوع. يلا انزلي. يلا انا هشتري لك الحاجات اللي وصيتيني عليهم. نشتري لها ايه اللي بس انت؟ نشتري ايه؟ عايزة ايه؟ تاكلي ايه؟ طيب يلا خدي ده الكلب والعبي فيه. ها؟ ده بيحبك قوي. فندم بتكلمني انا؟ لا يا عم انا بكلم في التليفون.
حضرتك محمد؟ ايوه انا حبيبي. تشرف يا اهلا ابو جانتي مالك. ليش هيك عم تعمل يا محمد؟ بعمل ايه يا جدع انت؟ يا عم انا بكلمك، انا بكلم صاحبي في التليفون اسمه محمد. انت محمد؟ ايوه انا محمد. حبيبي تشرف. يا اهلا وسهلا ابو جانتي مالك التاكسي. يا اهلا، فرصه سعيده. حضرتك من مصر؟ الله يخليك. من مصر. اهلا وسهلا. تشرف. حضرتك من سوريا؟ من سوريا. يا اهلا وسهلا. ايه يا محمد، طب ليش هيك انت تارك لي مرتك وبنتك بدون اكل بالبيت وجاي عم تتصرمح من قهوه لقهوه لا شغله ولا مشغله، وحامل لي موبايلين بلاك بيري وكاسه مي وفنجان قهوه وحاطط لي قدامك باكيت مال بورو بتدخن مال بورو؟ انت بتتكلم علي انا؟ يا عم انا مالي ومالك، انا بكلم صاحبي اسمه محمد في التليفون. انت اسمك محمد؟ ايوه انا محمد. حبيبي يا محمد، ابو جنتي ملك التاكسي محسوب. ايه محمد، محفظتك معي ليك؟ فيها كروت مليانة 20-30 كرت، ما في ولا كرت مليان، جربتهم كله، كلهم فاضيين لك، مصفرين على العداد. أنا حصفر عداد عمر. المحفظة دي بتاعتي أنا. فين سلام؟ سلام مين؟ سلام مراتي. سلام مربع، والمحفظة دي بتاعتي. المحفظة دي بتاعتي أنا، وسلام مراتي أنا. شوف يا محمد، إذا ما بترجع لي المحفظة، هطلب لك البوليس. الو الو. ايوه الو. ايوه سلام. اهلا يا محمد. سلام ردي. الو انا برد اهو. سلام. ايوه يا محمد. المحفظه بتاعتي فين؟ هي ليك اهو معايا. بعتها لك مع سواق التاكسي. مع مين؟ بعتها لك مع سواق التاكسي. انا محمد تدي محفظتي لسواق تاكسي؟ ماشي يا سلام، لما اشوفك. اسمع يا محمد، صحيح انا شوفير تاكسي وعلى قد حالي، بس اللي بدي اياك تفهمه انه شايف ساعتي اللي بايدي وصباطي اللي برجلي وهالفرنجين اللي بجيبتي، هدول ملكي من على جبيني. ادي اللي كان ناقص، يجي سواق تاكسي يعلمني فيه الادب والاخلاق. انت عايز ايه تاني؟ انا لا عم بعطيك مواعظ ولا عم بعطيك حكم. شايف هدول البطاقات اللي بجزدانك شو بتسموهم؟ كريدت كارد. كلياتهم هدول ما بيسوا ضفره لبنتك بسنت، وكمان حتتدخل في مصير بنتي. انت عايز مني ايه بالظبط؟ يا عمي والله ما عم بتدخل ولا شيء، بس يعني بيعز علي يشوف هيك بنت مثل الوردة، ممكن بكرة تنحرم من مدرستها أو ترجع من المدرسة ما تلاقي بيت يحويها أو أب فوق راسها يدير باله عليها، وكله مشان شو؟ شو قلت لي كان اسمه؟ كريدت كارد. ثم قول لي أنت عايز مني إيه بالظبط؟ وليه بتدخل في حاجات أنت ما بتفهمش فيها؟ صحيح ما بفهم فيه، بس اللي بفهم فيه إنه الرجال اللي اسمه رجال الله خلقه ليدير باله على عيلته، مو ليتركهم هيك للديون والبهدله من اجار البيت لفواتير الكهرباء لقسط المدرسه، وكله منشان شو؟ منشان هدول اللي شو كان اسمه؟ كريدت كارد. انت عارف لولا الكريدت كارد ده ما كناش عشنا في المستوى اللي انت شايفه، ولا انت كنت عايز نطلع عيل قدام مراتي واهل مراتي؟ والله بس انا اللي بعرفه انه في عنا مثل بسوريا بيقول على قد الحافه مد رجليك. يعني شو قلت لي كان اسمه ندو؟ كريدت كارد. خير عواطف؟ والله اتصالك شغل بالي خلاني اقطع اجتماع مهم مع مدير الدواجن، كنت عم بشرح له على النفخه اللي عم بتصير معي بعد البروستيت. شوفي ما في شيء، بدنا نحكي كلمتين. ايه تعالي على المطبخ. وين على المطبخ؟ على المطبخ. روحي روحي على الصالون. تفضلي تفضلي خالتي كريمه تفضلي. شو كنت عم تقليها؟ هلا بتعرفي مين؟ بتعرفي ماما؟ أنا جعانة. جعانة؟ تعالي ناكل ونلعب؟ إيه رأيك؟ أوكي. لك يا خالتي كريمة، أنا بعرف أنكم من عائلة كلها باشاوات وأمراء، بس أنا اللي بدي أقول لك يا أنه حاسة في جواتي هيك موهبة كبيرة بدها تتفجر، حاسة حالي بدي صير نجمة كبيرة ويحكوا عنها الناس والتلفزيونات والمجلات، فبصراحة يعني مالي حابة أروح كل هذا النجاح اللي بدي أحققه كرمال إني أتجوز. شو عم تقولوا؟
يعني عم ترفضوا لابني حموده؟ معقولين انتو؟ لا لا يا خالتي، انا ما عم برفضوا لحموده، بس يعني انا ما بعرف اذا بعيلتكم معلش الاميره تصير فنانه، فمشان هيك خالتي من الاول اذا حموده ما بده يعني يكمل بمشواري الفني انا كثير 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 اسفه، بدي اعتذر منكم، فني اهم من كل شيء. بصراحه يا عواطف انت فاجأتيني بهذا الموضوع، هي اول مره عيلتنا بتتعرض لهيك مواقف، فمشان هيك رح اعمل اجتماع مع وجهاء العيله وشو بيقرروا بجيب لك الجواب على قعده مشاوي. مو ست كريمه كأنه أنت عندك مواعيد ما؟ إيه والله منيح اللي ذكرتيني، عندي موعد مهم مع مدير التموين. بتاخدي مواعيد على طول أنت؟ إيه لك والله ما بتقصري. كريمة سؤال بس، أنت بتعرفي لشي هذا مدير الأمن الجنائي؟ إيه لك سؤال بس تسألي لي إياه، إذا وحدة عندها بنت بدها تبخبخ إيه؟ بيصير شي شو محكوميتها؟ ايه تكرم عينك رح اسألك يا يعني. اسأل رح اسألك إيه ماشي مع السلامة. يلا اتأخرت. مع السلامة. جهزي حالك على البلليع بخبخ. جارب عفوا شو هاد؟ يعني قلت لك فول محمص شو هاد؟ ايه ايه شو بها؟ دور وعطيش معلم فعلا رجعت شوي طبعا قبل ما تيجي عماد 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 ما بصير تكنس والناس عم تاكل لو كان معلم والله هيك ما بيمشي حال معي بنوب هيك عم تقهرني يا جواتي هيك بتضل العلاقة بيني وبينك متوترة لأنه إذا عم كنس بتزعل وإذا ما عم اشتغل بتزعل وإذا أكلت بتزعل لك يا عماد يا حبيبي خذ قاعدة تكنيس الأراضي بتكون الصبح اول ما نفتح واكيد انت مو هون وقت بنسكر كمان مننظف كمان انت اكيد مو هون لذلك التريك هالمكنسه وشوف لي الناس شو بدها اخي راقب لي شو بده هون هيك لعيونك معلم هلا براقب لك ياهو مراقبه كرم عينك خذي هاي لله ثقه ثقه وعينك بصحنك كل واحد عينه بصحنه ما عاد يطلع على صحن الثاني فتي هون عينك بصحنك قدامك صحنين ليش عم تطلع على الطاولات الثانيه لك يا حبيبي ما قلت لك انا بدي فول ما بدي مسبحه تاكل مسبحة شوفوا وعلى كيفها ياكل على كيفي ولا على كيفها؟ على كيفي لك يا عمي ما تعلمتوا بمقاديشو كل العالم تاكل على كيفها خلصنا يا معلم 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 شو الفرق بين الحمص والفول كله بيعمل نفخة عمي عماد انت شو عاوزك؟ والله يا محمد يعني انت شاب متعلم وفهمان ومثقف ومعك شهادات عليا يعني ما لازم توصل حالك لهالمواصيل إيه شو كان بدك بهالبلاوي هاي؟ لك أنا بفتح بنك فيهن هدول بنك أبو جانتي والمهجر طب فكرني إن أنا عايز أخرب بيتي بإيدي في حد يخرب بيته بإيده أنا بروح أخذ أول فيزا عشان أضبط بيها حالي وأسعد بيها عيالي بتتحول لكابوس أروح أخذ التانية عشان أسدد بيها الأولى وأطلع من الكابوس تلاقيني واقع في بير مهوش قرار أروح أخذ التالتة عشان أسدد بيهم الاتنين يوم يومين وتخلص وانا اخلص معاها اروح اخد كارد عشان اسدد بيهم اللي فات يدوني معاها فيزا رابعه واذا اتاخرت يوم تلبس في مليون حيط قول لي اعمل ايه بدنا نشوف شلون بدنا نطلعك من الحيط بس خايفك تفوت بحيط تاني والله ما انا عارف لحظه الو اهلا وسهلا ايوه انا معاك يا سيدي معايش ادفع منين خلاص معايش فلوس انا لسه الشهر اللي فات اعطيكم 2000 ومن يومين اعطيكم 500 وكل دوت من الفوائد والمبلغ الاساسي زي ما هو ما بيقلش طب اعمل ايه طيب قول لي نعم تعميم طب ليه طيب الو انا انتهيت خلاص مفيش فايدة قدامي حل من اتنين يا اما اهرب يا اما اتحبس قول لي اعمل ايه انصحني اعمل ايه لا حول ولا قوة الا بالله طول بالك محمد طول بالك باذن الله محلولي ازاي يا ابو جنتي ازاي الموضوع اكبر مني ومنك الموضوع مش في ايدنا خالص اديك سمعت البنك عايز يعمم عليا انت عارف يعني ايه تعميم عارف وبإذن الله ما راح اتخلى عنك الله يخليك يا ابو جنتي الو
ايوه انا يا فندم. معقول؟ لا 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 لا، انت بتتكلم بجد؟ انا من بكره الصبح هكون عندكم. طب وفيا استلمها من بكره باذن الله؟ الف 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 شكر، بكره هكون عندك. مع الف سلامه، مع الف سلامه. شو باقي انتو التليفون حلو بشرنا؟ طبعا البنك وافق انه يديني فيزا جديدة. ومبسوط؟ طبعا هسدد بيها ديوني وهطلع من الازمة اللي انا فيها. هذا التليفون يدق لها؟ ايوه. هتعمل ايه؟ ايه ده ايه ده؟ جاي لك من حد. الو، ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا محمد، كلمتني من شوية علشان اسمها ايه؟ كريدت كارت. احنا مش عايزينها. والله غيرت رأيي، ولو سمحت الرقم ده ما تتصلش فيه ابدا. اوكي؟ انت عملت ايه؟ احنا بصنا الايدين والرجلين عشان يوافقوا يدونا الفيزا ديت. انت اتجننت ولا ايه؟ انت اللي اتجننت علشان انت مش عارف انت بتورط نفسك بايه يا مجنون. يلا قوم. على فين؟ عشان احللك موضوع اللي ده لك. كان اسمه ايه؟ الكريدت كارت. يلا قوم. مش موجودين. مش موجودين. هما فين يا مدام؟ يا سلام، استنى شويه اتصل بيه. يا بسنت، لحظه بقى. الو، انت فين يا سلام؟ في نفس المبنى الالعاب فوق. طب احنا جايين. يلا يلا هنا. يلا يلا. يا اخي عماد، رزقه ما عاد لك عندي. يعني بالمختصر الشركه اللي بيناتنا بدنا نفضها. انت قد الكلام الكبير هاد اللي عم تقوله. بتعرف شو يعني تتخلى عن خبرتي وخدماتي بهالظروف؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لا تزعل عماد، والله انا حبيتك بس خلص خلص، ما في داعي للتبرير. هي البربره ما بدي اياها. مثل ما بدك. شلون تحب نفصل؟ نفصل. اكرم عينك. تفضل. شو وين رايح؟ لسه ما خلصنا حكينا. أنا حكي؟ لك مو قلت عم تقول بدنا نفصل الشركة اللي بيني وبينها؟ وهي فضيناها وخلصت. لسه بتقلي خلصت؟ لا يا سيدي، لسه ما خلصت. أخي قدامك حل واحد، يا بتشتري حصتي يا بشتري حصتك. بس أنا المشكلة ما معي سيولة. بعدين مو حلو نقسم المحل؟ تعا قسمه اثنين، ما حلو التقسيم يا عمي. بعدين أكيد بدنا نختلف. شلون بدنا نقسمه، بالعرض ولا بالطول؟ لك شو تقسم حصتي وحصتك؟ إيش بدك تشارك لي برزقتي؟ لك روح من وشي، الله يفتح بوشك. لك صبري صار من طبقة البرجوازيين متعفنين، مو من طيبون الكادحين رح يجنوا. تعال تعال لك تعال، شوفهم شوفهم. لك اتفرج شوف المنظر، شوف ما أحلاهم. لك اتطلع شبع عينك، شوف ما أحلاهم. شوف حدا عنده طفلة هيك مثل النفجة؟ الله يحميها يا رب ويبعث لي وحده مثل إلهي. امين يا رب. ولا مدامتك يا زلمه متسوى تقلى ذهب. لك اضربك كفي قفا ايدي هلا هرلك سنانها. يلا روح راضيه بكلمتين. يلا روح. تعال معي. لك شو اجي معك ساوي؟ انا شو دخلني بينك وبين مرتك انا؟ لك مو رجال انت. محرج اكلمها وجنتي في ايه؟ محرج اكلمها. تعال معي. ما في احراج بين المرأة وجوزها، ما في احراج. يلا روح تساهم انت وياها. طيبها طلب كلمتين. يلا. وانت حتعمل ايه؟ لك شو بدك فيني؟ انا بدي ارقص. بدك فيني شيء؟ يلا روح شوف شغلها. الو؟ مرحبا معلم خالد. ما عليكي. لك شو صار لك؟ لك من وقت نزرتيها هي اللي ما بتتسمى، كنت بنص عقل، هلا ما في شيء بنوم، ما في الوتكه. امي شو فيني هلا؟ انا هيك احلى وش لوش ولا هيك احلى ولا هذا الطرف؟ اكيد عملت لك عمل، اكيد. والله يا امي صار لي شي ساعتين هيك قاعده عم فكر، مالي عرفانه شو اول غنيه بدي طل فيها على الجمهور. بس بتعرفي شو؟ اول ما يجوا المنتجين والملحنين لهون لعنا على البيت رح ننزل على الحاره، اخذهم يقعدوا هيك يسالوا الناس شو مشاكلكم شو همومكم، بتعرفي انت يعني.
امك اولى، انا عندي هموم كثير. يخرب بيت هالبنايه اللي قدامنا امي، ما كانوا يخلصوا دقبقه، والله بدي ركز ما عم بعرف ركز. ايه امي انت تكرم عينك، الغنيه الثانيه خطي لانه الجماهير عم تستنى، لانه بتعرفي انت اعتبريني جماهير. انا رح صب لك قهوه. لا امي شو قهوه، ما قهوه، ما فيني اشرب قهوه بنوم. طلع نانسي عجم وسيرين عبد النور ما بيحطوها بيتمون. بس امي اذا بدك بشرب شاي، شاي الظريف، بس حطي لي كمان معه معلقه عسل مشان الزلعيم، قال كثير 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 منيح. سمسمي شو امي؟ مال قلبي منك. والله وانا كمان كثير كثير مالي. اعتذريني امي، شو فينا نسوي؟ فينا نغني دويتو انا وياكي مع بعض، كثير كثير مطلوب هلا. اعتذريني تقبريني، كل واحد بيغني على ليله. قولي ما تنامي.